بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لكل حاجة تتمنى أن تتحقق وتتمنى أن تفعل شيئا ولكن ليس بيدك شيء لتحقيقها أبدا، مثلا بأنها يعني إذا كانت فتاة تتمنى بأن تتزوج من شاب صالح ولكن هذا الأمر ليس بيدها، أو إذا كان شابا يريد أن يتزوج من فتاة صالحة كيف يعرفها؟ كيف يعرف بأن هذه الفتاة تناسبه؟ ليس بيده الشيء، ربما هناك من يكذب عليه، ربما هناك من يخدعه، ربما ينغر بالمظاهر فقط. هناك من يتمنى أن يحصل على درجة جيدة في الامتحانات، هو يدرس ولكن لا يتوقع بأن يأتي بدرجة جيدة، لأن يحتاج الأمر إلى إرادة وعزيمة، وربما الإرادة والعزيمة التي لديه قليلة، فماذا يفعل؟ ربما فلان يريد مشروعا، يشتري بيتا، لديه حلم في أمر آخر، ولكنه يعني هو ليس بيده حيلة لقضاء هذا الأمر، ماذا تفعل؟ رجاء استمعي. ورد في كتاب دعوات الراوندي، روي عن ابن عباس أنه قال، طبعا هذه الرواية عن فلان، وتروى بعد ذلك عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام. ليه؟ أقرأ لكم يعني السند الآخر للرواية، ونأخذ السند عن طريق مولانا الإمام الباقر عليه السلام، لأن عن ابن عباس طويل. عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ألا أعلمك دعاء ندعو به نحن أهل البيت إذا كربنا أمر أو أمرا لا قبل لنا به، أمر أردناه أو أردنا أن ندفعه ولكن لا قبل لنا به، الطاقات الإمكانيات لا توجد لدفع هذا الأمر أو لتحقيق هذا الأمر، الإمكانيات والطاقات لا توجد. ما هو الدعاء؟ فسأله عبد الله بن عبد الرحمن وقال له: يا ابن رسول الله، أتمنى ذلك بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، علمني ذلك. فقال: تقول يا كائنا قبل كل شيء، ويا مكون كل شيء، ويا باقي بعد كل شيء، صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا. علماؤنا الأعلام يقرؤون هذا الذكر 90 مرة: يا كائنا قبل كل شيء، ويا مكون كل شيء، ويا باقي بعد كل شيء، صل على محمد وأهل بيته 90 مرة، ثم يقولون وافعل بي كذا وكذا. هذه الرواية الشريفة وردت في كتاب مهج الدعوات صفحة 216، برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.